ومعانا كمان مكالمه مهمه جدا من حد متخصص، الدكتور حسام الشنوفي، اخصائي نساء وتوليد. مساء الخير يا دكتور. اخبارك ايه بس؟ مساء الخير يا دكتور حسام، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا بيك يا فندم. والله في سؤال محير بعض الساده المشاهدين يا دكتور حسام، سامعني؟ انا معاك. السؤال ده بيحير بعض الساده المشاهدين في فكره التغذيه المظبوطه لحديث الولاده او للست اللي هي لسه حامل. وحديث الولاده ده بيبدا من 6 شهور للتغذيه الى فيما فوق سنه او سنة حسب يعني كل وقت ليه تغذيته طبعا. فممكن نستفيد من حضرتك بمعلومه نفيد بيها امهاتنا واخواتنا؟ طيب الاول ابدا اتكلم على تغذيه الحوامل. تمام. تخصصي. تمام. احنا عندنا مشكله ان الست لما تبقى حامل يبقى بتاكل الاثنين، يبقى لازم تزود كميه الاكل بتاعها. ايوه. ولازم تاكل كتير. فاول حاجه دي معلومه خاطئه تماما. ان هي تزود الاكل. انها تزود الاكل؟ لا، ده احنا اصلا احنا عامه كمصريين اكلنا فيه سعرات حراريه عاليه اكتر من اللي الجسم محتاجه. مظبوط. فهي اكيد مش محتاجه تزود، هي اوريدي بتاكل الاثنين. مظبوط. تمام؟ طيب النقطه الثانيه نوعيه الاكل ايه؟ احنا عايزين نركز على الخضار والبروتينات. والفواكه. نعم. والفواكه. يعني الخضار والفواكه والبروتينات. تمام. نسب البروتينات اللي هي يعني البقوليات مثلا، نسب البروتينات والبروتينات من مصادر حيوانيه، لحمه والبقوليات، فراخ، سمك وبقوليات. تمام. لازم او بننصح قوي بوجبه سمك مره في الاسبوع. وجبه سمك بنتكلم عن السمك والاسكندرانيه وكده. تمام. ده بالنسبه للحوامل. شويه نشويات بسيطه اللي هي جسمها برضو محتاجها علشان يبني البروتينات بس. احنا بنتكلم بقى ايه، في 3-4 معالق رز على الغداء. بلاش العيش الابيض الكتير منه. ايوه. الحلويات بقى والسكريات الكتيره والمياه الغازيه، كل بقى البيبسي ممنوع بقى الكلام ده، وكل الحاجات بقى البني والشفافه، كل ده سكريات كتيره مش ممنوع، مش مفيده خالص، وفيها سعرات حراريه فظيعه. عشان كده تلاقي دايما تقول لك انا بتخن وعيني ما باكلش حاجه، فهي عماله تشرب من الحاجات دي. ايوه. اوكي. تمام. حاجات برضو غنيه بالحديد، عايزينها تركز على حاجات غنيه بالحديد. واغنى مصادر الحديد هي اللحمه طبعا. اللحمه. تمام. اللحمة بالمناسبة. طبعا. الكبدة ممنوعة أول 3 شهور بس أثناء الحمل، وبعد كده ممكن تاكلها مرة أو مرتين، ما تكترش منها. تمام. ممنوعة. طب معلش يا دكتور احنا آسفين، ممنوعة ليه أول 3 شهور الحمل؟ الكبدة غنية جدا في الحديد، بس كمان غنية جدا في فيتامين ألف، فيتامين إيه. تمام. والفيتامين ده بيتخزن في الجسم، بمعنى إن لو أكلت منه زيادة الجسم هيخزنه، فممكن يعمل نوع من أنواع التسمم أو نوع من أنواع الضرر. فالكبده غنيه قوي، فعلشان فبنقول بلاش اول 3 شهور، وبعد كده ممكن تاكلها مره او مرتين في الاسبوع مش اكتر من كده، وبننصح بها لانها فعلا غنيه بالحديد جدا. تمام. تمام. معلومه مهمه جدا. ايه تاني غني بالحديد غير اللحمه بقى والكبده؟ ايه تاني غني بالحديد؟ التين والتمر والقراصيا. والتمر والبلح مش بيعملوا اجهاض. تمام. معرفش الاشاعه دي جت منين. الايه يا فندم؟ الإشاعة دي جت منين؟ إن البلح والتمر ممنوعين في الحمل. إشاعة إيه يا فندم؟ إن التمر والبلح ممنوعين في الحمل. دي إشاعة قصدك، حد قالها إحنا ما ناخدش بيها. ما ناخدش بيها. تمام. طب بالنسبة لحديث الولادة يا فندم. التغذية إيه المطلوبة من أول ما يبدأ الطفل يبدأ ياكل؟ هو يبدأ ياكل من أول 6 شهور. تمام. إيه بقى الحاجة المفيدة البسيطة اللي ممكن أي أم ما تبقاش عندها مشاكل فيها وهي بتجهزها لطفلها؟ دايما بنبدا بحاجه خضار، ونبدا بنوع واحد بس. تمام. تقبل الطفل ليه وتقبل الجهاز الهضمي بتاعه، مثلا كوسه، بطاطسايه. بنبدا بعد شويه ان حاجه ثانيه بطاطسايه، وبعد كده تبدا تزود تدريجيا. تمام. كمان الطفل لازم يكون له مصدر بروتين في جسمه برضه من اللي بياخده، لان اللبن ما فيهوش بروتين، لبن الام ما فيهوش بروتين. تمام. فتبدا تدخل مصدر بروتين بعد شويه، برضو الكلام ده لازم يكون برضو بال يعني تنسيق مع طبيب الاطفال المسؤول عن النحو، اللي هي مثلا بتتابع معاه بالظبط. تدخل مثلا جزء من صدر فرخ مسلوق. تمام. تمام.
تمام جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام شنوفي، بشكرك شكرا جزيلا. معلومات مهمه جدا، لازم نحاول دايما نجيب معلوماتنا من مصدر موثوق فيه. دكتور حسام شاطر جدا جدا، فاحنا بنشكر حضرتك جدا على المكالمه الجميله دي. شكرا فندم.